التواصل يستمر والأشواط تنطلق بالفطامير. رابع أشواط صباحي هذا اليوم يحمل في طياته الجعدان الفطامين المشتركات 1500 متر اللي تسير فيها هذه الأسماء إلى الانطلاق إلى الفوز. شاهين على مقدمة الشوط، سعيد بن عبد الله بن علي بن ضاعن الغفلياتي على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني اللي يتغطى رقمه ولكن بنحاول الضبيب الضبيب يا الزميل القعقاع بن حمد بالضبيب الشامسي ياتي على المركز الثاني على ثاني المراكز ويقدم لنا شاهين في هذه الانطلاقة. المركز الثالث مرعب ياتي في المركز الثالث يتقدم محمد بن مطر بن راشد المزروعي المزروعي، وهناك دخول في هذه اللحظات هملول سلطان بخاتم بن محمد الشامسي يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس أشوف أنا أشقر عبيد بن سالم بن معيوف الاكتبي هكذا مشاهدين العزاء، ولكن هملول أحمد بن عبيد الاكتبي يتقدم مع سن الفطامين يتقدم مع التأسيس لهذه الانطلاقة رغم المشاركات لهذا الشعار والإنجازات. نعود إلى المقدمة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى سلطان بن خاتم، سلطان بن خاتم الشامسي يتقدم على المركز الأول، يأتي بهملول، سلالة هملولية عريقة، يتصدر الجعدان ويقودهن. المركز الثاني مع أحمد بن عبيد الاكتبي، أيضا هملول على ثاني المراكز، ولكن الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة في هذا المسار هملول انفرد بالمقدمة. تهانينا واسعد الله صباحك سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي يتقدم بناموس هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين القعقاع بن حمد بن ضبيب الشامسي، والمركز الثالث احمد بن عبيد الاكتبي. هذه الثلاث المراكز. نعود مع زميلنا وتوقيته في عربة النقل 2:15 توقيت هذا الشوط. تهانينا لجميع الفائزين.